كان اليوم الثالث من رحلة حج صاحب الغبطة البطريركي يوحنا العاشر والوفد الأنطاكي المرافق له إلى الجبل المقدس آثوس، يوما آثوسيا أنطاكيا بامتياز. كوكبا على شبه الله منذ بدء الصبا. لقد شاء غبطته زيارة قلاية القيامة حيث نسك الأب إسحاق، والذي يعتبر أول أنطاكي في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية الحديث، أتى إلى الجبل المقدس وعاش فيه حياة روحية نسكية تقشفية قاسية. كرست للرب في ذاتك وبالسكينة ظهر. تتلمذ على يد آباء ومشايخ الجبل المقدس وبالأخص الأب بايسيوس، وما إن مضى وقت قليل حتى بدأ يقصده الكثير من الزوار من كافة أرجاء العالم للاستفادة من الخبرة الروحية الكبيرة التي اكتسبها الأب إسحاق بتنسكه، فذاع صيت سيرته النسكية بين رهبان الجبل المقدس، وصار له تلاميذ يحتذون حظوه الروحي ويعيشون حياة التنسك في القلاية التي أسسها. للروح المعزي آلية مقدسة. كان الوصول إلى قلاية القيامة على الأقدام بين أشجار الغابة المحيطة بالقلاية حيث تزهو الطبيعة بجمالها شاهدة لعظمة الخالق. هناك كان في استقبال البطريرك والوفد المرافق له رهبان القلاية. هب فهما لذهني لأدرك بروعك معرفة الخلاص. ترأس غبطته صلاة الشكر التي رنم فيها الجميع التراتيل مناوبة باليونانية والعربية، ثم خرج الجميع إلى حيث يوجد قبر الأب إسحاق في الحديقة الملاصقة للكنيسة، وأتموا صلاة تريساجيون أي الجناز لراحة نفس هذا الأب. ولست أنت لله.
لكل بار.